يعني كل جديد في خان يونس يتعلق باستمرار الغارات الإسرائيلية والقذف المدفعي الإسرائيلي الذي لا ينقطع عن أجزاء مختلفة من مدينة خان يونس. قبل قليل كانت هناك عدة غارات إسرائيلية على وسط مدينة خان يونس بالتزامن مع إطلاق عدد من القذائف المدفعية على وسط المدينة أحيائها الجنوبية والشمالية، بالإضافة إلى القصف الجوي على وسط المدينة. لكن حتى هذه اللحظة ورغم تجدد هذا القصف الإسرائيلي خلال الساعة الأخيرة أكثر من مرة على هذه المنطقة، لكن الطواقم الطبية الإسعافات لم تستطيع الوصول إلى هذه المناطق لمعرفة نتائج هذا القصف الإسرائيلي العنيف على وسط مدينة خان يونس. لكن ما حدث في الساعة الأخيرة هو يعني عدد من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة المخيم، تحديدا المنطقة الأولى بالقرب من عمار الجاسر. هذه المنطقة الواقعة ما بين منطقة البلد والمخيم، كان هناك إطلاق عدد من القذائف المدفعية التي أطلقت على المواطنين في هذه المنطقة. هذا القصف الإسرائيلي أدى إلى إصابة 7 مواطنين، من بين الإصابات إصابات خطيرة وحرجة جدا. ثم تلا ذلك قصف على منزل لعائلة بدير في منطقة المخيم الغربي على مدخل طريق المشروع. وهذه المنطقة تعرضت خلال العدوان الإسرائيلي على غزة إلى سلسلة طويلة من عمليات القصف والاستهداف لمنازل المواطنين التي أدت إلى استشهاد عدد من المواطنين. لكن هذه الغارة هي استهدفت شابين كانا يجلسان بالقرب من منزلهما في منطقة المخيم. حينها قامت طائرة استطلاع إسرائيلية باستهداف هذين الشابين اللذين كانا يشربان الشاي أمام منزلهما، وأدى ذلك إلى استشهادهما، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الإصابات التي وصلت إلى مجمع ناصر الطبي، على اعتبار أن هذه المنطقة هي منطقة مخيم مكتظة بالسكان والنازحين. وبالتالي أدى هذا القصف إلى استشهاد الشابين من عائلة بدير، بالإضافة إلى إصابة عدد آخر من المواطنين، نقلوا أيضا إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج. ثم تلا ذلك أيضا مجموعة من الغارات الإسرائيلية بطائرات الاستطلاع والمدفعية الإسرائيلية على أهداف متنوعة ومختلفة. لكن حتى اللحظة لم يصل هنا إلى مجمع ناصر الطبي أي إصابات حتى هذه اللحظة. لكن ما نستطيع أن نقوله من خلال عملية رصدنا للساعات الأخيرة أن الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي بدأ يزداد بصورة كبيرة جدا خلال الساعة الأخيرة، على غرار يعني حالة الهدوء النسبي الذي سبق هذه الساعة. على مدار ساعتين كانت هناك حالة من الهدوء النسبي على الرغم من وجود أيضا عمليات قصف مدفعي وجوي. لكن الساعة الأخيرة هناك قصف عنيف جدا على أماكن مختلفة، سواء كان ذلك منازل أو يعني أبنية أو في وسط المدينة، ولا نعلم ما هي هذه الأهداف المستهدفة. لكن الآن عدد الشهداء في خان يونس وصل إلى 9 شهداء، وعدد كبير من الإصابات جراء الغارات الإسرائيلية التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية وأيضا المدفعية الإسرائيلية منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة. وأيضا أذكر بأن يوم أمس أيضا كان يوما داميا في خان يونس، حيث استشهد 36 مواطن جراء الغارات العنيفة والمميتة التي استهدفت منازل المواطنين في وسط خان يونس وجنوب شرق خان يونس ومنطقة عبسان والفخاري وأيضا منطقة المخيم الغربي. إبراهيم قنن مراسل الغد متحدثا إلينا من أمام مجمع ناصر الطبي بخان يونس.